وانا كمان بقول لكم هو موجود اهو، هو اللي موجود معانا. ابو جبل مشرفني منورني. ربنا يخليك. طبعا انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده. شرف ليه؟ يعني ده شرف كبير جدا ان انا اكون مع اعلامي متميز في مصر كلها، اكبر اعلامي في مصر بالنسبه لي، يعني شخص عزيز على قلبي، انا بحبك جدا بصراحه. مبسوط ان انا مع حضرتك، واتمنى ان شاء الله ان حلقه تعجب الناس. بشكرك الحقيقه، وبشكر طبعا اداره نادي الزمالك كابتن هشام مرتضى منصور، وبشكرك على الهوا ان انا يعني من ذوقك انا لما طلبتك وقلت لك انا عايزك ضيف، بصراحه كان ردك في منتهى الاحترام ومنتهى الادب، وده الحقيقه مش جديد عليك، انا بشوفك في اي مكان شخصيه محترمه، وبتشرف دايما انك تكون موجود معايا. ربنا يخليك يا كابتن. يمكن انا يمكن من نوعيه ما بحبش اظهر كتير او اطلع كتير، يعني من نوعيه حتى لو سالت عني في النادي او في حياتي الشخصيه من الناس القليلين في الكلام، ما بحبش اتكلم كتير. بس لما اكون جاي لي فرصه ان انا اكون موجود مع حضرتك فلازم استغلها بصراحه. دماغي شرف ليا، وبشكرك شكرا جزيلا.